الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فلله الحمد، فلله الحمد، فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء، وله الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله وحده أسقط الطاغوت وحده. الحمد لله هزم الأحزاب وحده. الحمد لله هزم الأحزاب وحده. سيهزم الجمع ويولون الدبر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحن نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الموحدون المؤمنون، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه خطبة ترتجي بها لنلقي بعض الأضواء على هذه الأحداث الأخيرة التي كان بها الفتح من عند الله عز وجل كما وعد المؤمنين إلى يوم القيامة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده،
نفسه اللازمين وهم المنافقون. هذه الأحداث ما كانت إلا بقدر الله من اللحظة الأولى وإلى الآن وإلى يوم القيامة. لم يكون في السماوات ولا في الأرض ولا في الملائكة ولا في الجن ولا في الإنس ولا في الطير ولا في الوحش لن يكون شيء أو حدث أبدا إلا بإذن الله عز وجل وحده لا شريك له. فنفهم العنصر الأول الذي نتكلم عليه الآن الإيمان بالقدر، ذلك هو الركن الركين في الإيمان، الإيمان بالقدر. ولقد أهمله الناس وترتب على ذلك بشائع وقعت من الأمة جماعات وأفراد، لأن الإيمان بالقدر عندهم ضعيف. فلعل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم لنعود إلى الإيمان الحق وهو الإيمان بالقدر،
الغبي القوي الضعيف بقدر محسوب، كله محسوب بقدر. ثم قائلها تمين بما كسبت، بما كسبت تفعل حسنا. فتسير في الشارع وانت لا تلتفت اين تسير او ماشي، فيوفقك الله الى صدقه لم تكن في حسابك ابدا، ذلك بقدر قائم على كل نفس بما كسبت. فقدر لك تلك الحسنه بالنسبه لك حسنه جائيه، وهي مرتبه بقدر العزيز الحكيم على حسنه سابقه عملتها. هذه لا تحتاج الى وقت طويل، وساشهد هذا المنبر يوم القيامه باذن الله على ما القي عليه في شرح لهذه الايه وغيرها، ولكن خصوصا هذه الايه. قائم على كل نفس بما كسبت هو الذي يعطيك الخشوع في الصلاه، لانك استقرت قبل الصلاه، لانك صليت على النبي عليه الصلاه والسلام قبل الصلاه، لانك تصدقت قبل الصلاه، لانك تحملت اذى الناس قبل الصلاه، وهكذا. كل شيء عنده مقدار مرتب بقدر. قائم على كل نفس بما كسبت بلا ظلم. ولذلك يعجب الله بعدها ويعجب من هؤلاء فيقول: وجعلوا لله شركاء. شيء عجيب جدا مساله الايمان بالقدر. والناس في غفله، الناس في غفله. تعرفون كلمات الله التامات؟ يعني ايه كلمات الله التامات؟ نوعان. نوع هو الكلمات القدريه، فلان يعيا النهارده، فلان يخف، فلان يشفع، فلان يجوع، فلان بنت تتزوج، فلان بنت تتاخر عن الزواج، فلان، كل هذا بقدر، مش حاجه عشوائيه ابدا. كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى وعز وجل. فكلمات الله نوعان، الكلمات القدريه اللي بها يكون كل شيء، يعني اذا رايت سياره تسير في الطريق يمين بالله هذا بقدر الله عز وجل. السياره الفلانيه يركبها فلان، يكون فيها تمهيد كذا، وتذهب الى شوارع كذا، وتتوقف عند كذا، وتعطل عند كذا، وتسير، كل ده ما يحتاجش حاجه عشوائيه ابدا. كل مرتب. شيء عجيب جدا الايمان والقدر. فلما جهلناه وتغافلنا عنه صار عارنا كما قد رايتم. فالكلمات نوعان، كلمات قدريه تحكم كل شيء. ما حدث طاغوت في الارض الا بكلمه من الله يبتلى الناس بهذا الطاغوت. ما حدث امام عبد في الارض الا بكلمة من الله، كن فيكون. كن إماما عادلا في كذا، يكون إماما عادلا كما قضاه وقدره عز وجل. لا يسبق أبدا. لو كان الشيخ سابق القدر لسبقته العين، ولكنها لا تسبقه. كل شيء عنده بالقدر، اذكروا ذلك تماما، لأن هذا نافع جدا للمؤمن في مواجهة أحداث الدنيا وبلويها كما يقال. فالنوع الاول من الكلمات، كلمات الله التامات، هي الكلمات القدريه. القدريه ما شاء الله يشاء لم يكن، كن فيكون. الكلمات القدريه. لما جاء الامريكان وغزوا العراق وحدث ما حدث، يمين بالله ما كان لبش ولا لامه ولا لعمته ولا لابيه ولا للعالم الاجمع أن يفعلوا مثقال ذرة في الأرض إلا أن يقول الله فعلا كلمة. يحصل ما يحصل. دي اسمها الكلمات التامات. كم ألقي من كلمات وتطلع في شرك؟ ناقصة. لأني لست مسكينا ما عنديش كلمات تامات. مهما خططت فالخطأ وارد. وبعدين مهما قلت ووعدت من الذي يستطيع يعني أن يجعل هذا الوعد محققا؟ ويجعل كلامه مستلزما لاخره. انا ارجو من الاخوه، ما اعرفش يعني اصح الطريق، يعني ربنا هيسهل ان شاء الله، بس ما تجعلوش السيارات كده تمشي ببطء، يعني اصح الطريق حتى لا يؤذي المرء. يبقى الكلمات
Stay.
يحسم الأثر. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأنه بقدر. ربنا قال يا آدم بحكمه خلاص ترزق الرزق راح يجيلك خلاص. إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها. مش حد هيموت قبل موعده بثانية بثانية وتستوعب رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ولن ينام عند الله بمعصيته، بل ينام وليحملن احدكم استبطاء رزقه ان يطلبه بمعصيه الله، كما يفعل كثير من الناس. يستعجل الصفقه دي، ما فيش مال، يقول لك هعمل ايه فوت ده؟ اخذ قرضا من البنوك الربويه ولا هعمل ايه ده؟ مستعجل الرزق. والرزق لن ينال الا بطاعه الله عز وجل. ولو المعصيه في استدراج ده، ده خراب البيت ده، او في استدراج كل شيء بقدر. والكلام في القدر يطول، ولقد تكلمنا عنه هنا على هذا المنبر عند شرحنا لسوره الحجرات، والحمد لله رب العالمين. يبقى الكلمات تامات، لا يجاوزهن غر ولا فاجر، لن يستطيع غر ان يخدمك او ان يفعل شيئا من الخير الا ان ياذن الله في عباده. كلمات تامات، ولن يستطيع انسان فاجر ان يصيبك بشيء الا بكلمات الله التامات مستنيره للاثر. هذا هو القطر الاول من خطبتنا اليوم، اللي هو الكلام عن القدر والايمان بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. ضاعت منك اموال، عد الى الايمان بالقدر. من الذي قدر لك هذه الاموال؟ هو الله. من الذي قدر ان تضيع هذا النحو؟ هو الله. من الذي ذكر اسبابها في ذلك؟ هو الله عز وجل. بسبب ايه؟ بسبب معصيتك. عد بقى الاسباب واستغفر الله عز وجل. وهكذا. وأن ما أخطأك ضاعت عليك فرصة أو صفقة لم يكن ليصيبك. وإن مت على غير ذلك لدخلت النار. فراجع نفسك يا أخي الكريم، راجع نفسك. وأرجو رجاء الآخر يعني أن يتقي العباد وربهم وأن يصحوا طريق للمرحة. ماذا نفعل؟ لا يكون في مكان بعد السيارات تسد. فإذا الكلمات التامات منساش قدرية وشرعية. الذي حدث في هذه الأحداث كلها كلمات الله التامات القدرية، كلها بقدر الله عز وجل. يخرج فرقة من الشباب كما يقال الأبرياء الأطهار، فلم يأبه لهم الكثير، ده شوية شمشات عيال يعني ما يشغل. خرجوا من المكان التعريف منذ البداية، والمقاومة بسيطة، إلى أن خرج الناس، كل ده بكلمات الله. وكثر الناس، وجاء أمر الغضب كما سموه، وجاءت المواجهات، وجنود الأمن المركزي 3-4-5 جمعة بغير طعام تقريبا وبغير نوم، فلاقي واحد منهم ملفف تعبان كله بقدر الله، يدوب لله بكلمات الله. هو الذي قال ذلك فكان. مفيش حاجة هتحصل أبدا في الكون كله إلا لما هو يقول كلمة سبحانه وتعالى عز وجل. وفي ذات الوقت نزاع بين الرئيس والوزير إلى آخره، نزاع هو طرف سيما الجيش. وفي الأمور كلها مرتبة الواحد يدوب يلف عن نفسه. كيف دبر الله هذا الأمر؟ آمنت بأنه واحد وقهار، آمنت بأنه رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. كل شيء عنده بمقدار. والعالم قادم على أن يرسل من العطاء هذه الجموع. هو بيدير التحريم بس، هو يعني ده ظلم، ده المذنب ده.
30 سنة أو قرابة 30 سنة؟ هل صراحة شوية تسمع في الطريق في المدى؟ هل هذا يظهره؟ الله وحده أسقط الطاغوت وحده، الله وحده أسقط النظام وحده، الله وحده هزم الأحزاب وحده، إذ لا يكون شيء أبدا في الأرض ولا في السماوات إلا لكلمة منه سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا تفاصيل الأحداث تعرفونها أكثر مني. يبقى كلها بقدر الله. فعندما أذن الله بالخلاص ورتب الأمر ترتيبا عدما كنت لا أظن أبدا والله في نفسي وجود رجال في القوات المسلحة يقفون بهذا الطاغية ويرفضون ضرب الناس، لا شيء، ده سيسجل التاريخ لهم في الأرض يوم القيامة. هذا الأمر قلنا معقولة في مصر الناس في الجيش يكون من قائد الجيش في تونس؟ فالحمد لله وجدنا من هو أعظم من قائد الجيش في تونس كثيرا وكثيرا، ولا شيء عارف يعني كلهم بتدبير من الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. عجب عجب عجب. فالأحداث كما قلت تعرفونها، وتم الخلاص والإطاحة بهذا الرجل وأنتم أخبر به مني. كيف ننسب الفضل هذا والنصر هذا لغيره؟ أهذا يليق بمؤمنين؟ أهذا يليق بمسلمين؟ هو يلد الجهل. إنما مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هو يظن يقول لك إذا عمل كده الشباب يا ولد الشباب الشباب ولا عمل كده ترجع كمان مسلمون ترجع أحزاب. لا يقول لا تبني أسباب والأسباب ناقصة. مش كلمات الله هي التامة مقابلها جميع الأسباب ناقصة. هي دي من صنع حصر أشركت. لازم تقول بإذن الله، وإن لم تقل بلسانك فبقلبك. أن تكون عالما من زرع حصد لأن الله قدر ذلك. من زرع حصد بإذن الله. إن تنجح بإذن الله. لأن مش هتنجح إلا بكلمة من الله عز وجل. فتجعل الأسباب حاكمة على كلمتك القدرية حاشا لله وألف حاشا. إذا مسألة كلمات التامة وهذه الأحداث تمت، فيكون المؤمن على ذكر من أن هذا لم يكن إلا برحمة من الله عز وجل، هو الذي قدر كل شيء. فلما جاءت الترحل كبر الناس قلت عظيم جدا الحمد لله، ثم صار بعض أكثر الناس بقى يكرهون السبب العمل بأسباب بس. طب لو قلت بوجود سبب تام في الأرض أشركت شركا أكبر إن لم تعطل بجانبك. ليه؟ جميع الأسباب ناقصة. جميع الأسباب المخلوقة ولن يخلق الله سببا تاما حاشا لله. كيف يخلق سببا تاما؟ مهتم يعني مستخدم الأثر بالاستغناء عن الله. تريد من ربك أن يخلق سببا يستخدم أثره بالاستغناء عن الله؟ هل هذا يكون؟ لن يكون أبدا. فالأسباب كلها ناقصة. ما ليس السبب التام؟ الله وحده لا شريك له. السبب الرحمة اللي هو الله. ما يفتح الله الناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبقى عندما جاء هذا الخبر وانزاح الطاغية وانزاح الكابوس كنت هناك، وطبعا يعني حس في نفسي جدا ان الناس لا يعرفون، فيعني طلبت من بعض الشباب ان يطوف بالميدان هاتفا وصارخا الله وحده اسقط النظام. وصار الناس يردون لو وقع الشرك النتيجه ايه؟ بس سيسلط عليك من هو اطغى واظلم منه لو اشركت. فهل نعمة الله عز وجل في هذا تنسوها الى غيره؟ اين ذهب عقله؟ ومن هذا كان الله الذي قال هذا ومن يشرك بالله فكانما خر يعني نزل مكلوبا فلا يملك تحكما في نفسه ابدا من السماء فتخطفه الطير او تهوي ريحه في مكان سحيق. يبقى الامر جلل جدا. الله يحدث لنا
من المهم جدا أن أبين وأركز على هذا الموضوع. تقول لما تأخر الفتح من الله عز وجل؟ فعسى الله أن يأتي الفتح الأمر من عندك. تقول لما تأخر 30 سنة والدعاء إيه؟ وفي الكعبة وفي مناسك الحج وفي الصيام وفي العقد وفي الأوقات اللي هي الحالية في إجابة الدعاء. طب لما تأخر هذه الفار هذا الفار؟ لما تأخرت الإجابة؟ أقول لك لأن الدعاء لم يصحبه عمل. لم يصحبه عمل. يا رب يا رب يا رب وأين عملك؟ فلما صحبه العمل واجتمع الناس بالاشتراك في المنظرة لدفع الظالم الطاغوت واجتمع الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يخرجوا ولم يجتمعوا بسلاح أو لقتال. ولذلك هؤلاء الغافلون يقول لك ممنوع الخروج. هو ده خروج؟ اجتمع بعض الناس على ظلام ده خروج؟ لا، الخروج المتكلم عنه على الحاكم المسلم الذي يحكم ما أنزل الله ويحرص دين الناس ودنياهم. هو ده إذا استشرى الفساد أو إذا كثر فسقه فالخروج عليه على خلاف. هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو ممنوع؟ على خلاف. الخروج بالقتال بالسلاح بالقوة. أما هذا الذي حدث في مصر الحمد لله ما فيه ضرر الخروج. وعلى من؟ يعني في جريدة مصر اللي في الصفحة الأولى أيام أحداث تونس أسماء من دكاترة الأزهر لا يسمع لها الشباب ولا الناس. بس كان حاس على تونس كان بعد على مصر تشرح حالها. إنما هي على تونس. فقال إذا استشرى الفساد وجب الخروج على الحال. والخروج بالقتال والسلاح. إنما استشرى الفساد وفي فساد وفي دين في شريعة أصلاً. وما فيش خروج ولا خروج. خروج المذكور في الكتب خروج بالسلاح بالقتال. وهذا هو العام دائما. يبقى تكلمنا كثيرا، دعونا ربنا كثيرا وتأخرت الإجابة. لماذا؟ لأنه لم يكن معه عمل. فنظرنا في المصلحة المفسدة وقلنا يا رب الله أردنا كذا كذا لأن هذا يوقف البيان ويوقف الدعوة ويمنع الدعاء ويسجن الإخوة وهكذا ويفترسون من الأجهزة. وجب علينا جميعا أن ننسبه إلى الله وأن نشكر الله عز وجل.
الذي ولي علينا من؟ لأن احنا غلابة 30 سنة من الدهب، 30 سنة وقت كان ولى علينا رجالا ولا أحد يعرفهم تقريبا يفعلون كل هذا، والله العظيم ما كان إلا بفضل الله وبرحمة الله. تشكر من أجريت لك النعمات على يديه، يعني المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراته. ولذلك نقول الهدوء ما نشوف إلا وأجل.